من هو خالد سامي؟ خالد سامي الممثل والمؤلف والمخرج السعودي المشهور الذي حقق نجاحات كبيرة من خلال أدواره المميزة في المسلسلات التلفزيونية ولا سيما في الأعمال السينمائية الكوميدية. كانت انطلاقته من المسرح في بداية ثمانينيات القرن الماضي، وتمكن بموهبته ومهارته من أن يصنع لنفسه اسما لامعا في ساحات الفن العربي والخليجي. قدم خالد خلال مسيرته العديد من الأعمال الخليجية مثل عائلة أبو رويشد وطاش مطاش وأبو العصافير، كما كان له مشاركة جيدة بالأعمال العربية المشتركة، حيث عمل في بداياته بالمسلسلات البدوية السورية، وأيضا شارك بأعمال مصرية وأتقن اللهجة المصرية. تعرف على سيرته الذاتية معنا. ولد خالد حمد التيماني في 4 ديسمبر من سنة 1961 في مدينة بريدة بمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية. بدأ مسيرته المهنية سنة 1980، حيث كان في تلك الفترة يعمل في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وهناك تعرف على الممثل والمخرج المسرحي محمد الكنهل الذي أخرج إحدى المسرحيات في الجمعية والتي ظهر فيها خالد سامي كممثل لأول مرة. بعد ذلك انطلق في رحلته لتحقيق النجاح والشهرة من خلال عدة برامج، منها البرنامج الإذاعي أوراق ملونة وبرنامج من كل بستان زهرة الذي كان يقدم في كل حلقة قصة مختلفة. في سنة 1985 بدأ خالد بالظهور في الأعمال التلفزيونية، وكانت بدايته جيدة، فقد شارك بعدة مسلسلات منها المسلسل الدرامي المصري بوابة المتولي مع المخرج فؤاد عبد الجليل، والمسلسل الكوميدي عودة عويصد مع المخرج عدنان إبراهيم، والمسلسل الكويتي الدرامي الجوهرة والصياد. مع بداية تسعينيات القرن الماضي خاض خالد تجربة جديدة عندما سجل صوته لشخصية آرثر في المسلسل الكرتوني ليدي ليدي، كما تألق في تلك الفترة بعدة أدوار رئيسية في أعمال مختلفة منها المسلسل المصري السعودي الخروج من الدائرة في سنة 1992 مع الممثل محمود حميدة والممثل سمية الألفي، وكذلك الممثل المصري الدرامي أهل الطريق مع محمود ياسين ومحمد وفيق وشيرين في سنة 1993. وفي العام التالي ظهر خالد سامي بدور البطولة مع الممثل الكوميدي المشهور ناصر القصبي في المسلسل الكوميدي الدنيا حدود. في سنة 2003 لعب دور البطولة إلى جانب حسن البلام وزهرة عرفات ولطيف المجرم في المسلسل الكوميدي الدرامي أبو رشرش للمؤلف تيسير عبد الله. وفي العام التالي تعاون مع عبد الله السدحان وناصر القصبي ومازن طه في تأليف المسلسل الكوميدي أبو العصافير الذي لعب فيه دور البطولة أيضا. في سنة 2009 كان عاما حافلا بالأعمال الفنية للفنان خالد سامي، حيث كتب وأخرج المسلسل الكوميدي وراك وراك، وشارك ببطولته مع الممثل بشير الغنيم والممثلة فخرية خميس، كما ظهر ببطولة مسلسل الساكنات ظهر ببطولة مسلسل الساكنات في قلوبنا الذي يناقش في كل حلقة قضية جديدة من قضايا ومشاكل المجتمع السعودي. وفي العام نفسه كان له ظهور قوي في الدراما السورية، حيث لعب دور البطولة مع روعة ياسين وميلاد يوسف وعبد الحكيم قطيفان في المسلسل الدرامي تعب الليالي، بالإضافة إلى مشاركته بمسلسل أغراب مع سوسن ميخائيل وميلاد يوسف. في عام 2012 ظهر بالمسلسل الكوميدي الدرامي كلام الناس للمخرج عمر الديني، والمسلسل الكوميدي هاشتق للمخرج إياد النحاس. تبعه في العام التالي أداؤه لدور البطولة مع روان العامر وعبير أحمد وهي الشعيبي في المسلسل الكوميدي العائلي عائلة الدكتور سعيد. في سنة 2015 عمل مرة أخرى مع ناصر القصيبي وهي الشعيبي في المسلسل الكوميدي سي في للمخرج العراقي أوس الشرقي، والذي عرض على قناة MBC. وفي العام التالي شارك في الجزء الخامس من المسلسل الكوميدي شباب البومب مع المخرج ماجد الربيعان،
وكان آخر أعماله مسلسل أصعب قرار في سنة 2017 مع المخرج مازن السعدي. لا يوجد معلومات مفصلة عن حياة خالد السامي الشخصية، لكن من المعروف عنه أنه متزوج ولديه ولدين هما تركي وفيصل. تم تكريم خالد سامي في مهرجان الكوميديا الدولي لسنة 2010، مهرجان الكوميديا الدولي لسنة 2010 الذي يقام في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى العمل في التلفزيون، فقد كان له تجربة في السينما سنة 2006، حيث شارك في بطولة فيلم الكوميدي الدرامي كيف الحال مع المخرجة هيفاء المنصور. الفيلم من إنجاز مجموعة روتانا، ويعتبر أول فيلم سعودي بميزانية ضخمة.